لأول مرة في العاصمة برلين، أحيت الفنانة السورية شيرين سايس حفلة فنية من تنظيم تيجا إيفنت بإدارة متعهد النجوم هشام خليل، وكان لنا معها لقاء خاص قبل بدء الحفلة. مبسوطة أني رح أقابل الجاليات العربية هون بألمانيا أول مرة مع متعهد الحفلات الأول هشام خليل، وأكيد فرحتي كبيرة. يعني الرسالة الأولى وأنا كفنانة بحب وجهنه أنه يكونوا أكثر ميلين للفن والسلام والمحبة أكثر من بعد شوي عن الحروب، أهم شيء، خاصة أني أنا حدا سوري، ويا رب تعم السلام على الوطن العربي كله. بوعد جمهوري أنه رح تكون حفلة كتير حلوة تكسر الأرض، وبقول لهم تابعوا دايما أخباري على قناة ماي تي في بأوروبا. أما من جهته، أكد المتعهد هشام خليل عن سعيه الدائم لتنظيم حفلات لجميع الفنانين العرب بناء على رغبة الجمهور في برلين. أول شيء اسمحوا لي بشكر كبير لقناة ماي تي في الأولى في أوروبا اللي دائما بتنقل الحدث الأول في برلين للجاليات العربية جميعا، وإن شاء الله على طول احنا بجديد للجالية العربية عشان نضل متابعة لغتها العربية، الأغاني العربية. وبالنسبة للفنانة شيرين سايس، فنانة سورية لأول مرة في ألمانيا، فكرنا بمجيئها كرمال في عنا جاليات سورية، إخواننا السوريين الجداد كتير هون في أوروبا، نعمل حفلة تكون للجالية السورية. إن شاء الله في عنا كمان الفنان حسين الديك في 7/4 في برلين نيكل، إن شاء الله حتكون حفلة ناجحة بحضور الجاليات العربية. عطول الجالية العربية مشتغلة لغتها العربية، لغتها الأم، الفنانين هاي شوفوها. عشان هيك احنا من سنة 99 تيجا إيفنت أسست، من بداية المشوار الحمد لله في قبول كتير عليها وعلى الفنانين، واحنا بنشوف نسأل الجمهور أي مطرب حابين، مين اللي له طلبية، مين اللي حابين أكثر، الجمهور مرغب أي فنان بخبرونا، ولا على طلب الجمهور احنا بنلبي طلباتهم. أما عن أجواء الحفلة فقد ألهبت شيرين حماس الجمهور بحلة من الأغاني المميزة، وهذه بعض المقتطفات منها.
أشعر. مالي وحياتي وعاطفتي.
الاخير للمتعهد النجوم الاول كبرلين السيد هشام خليل حبيب قلبي فوتو مسعود ما ننسى التحيه كبيره لقناه برلين وكرستوف اوسط ماي تي في موجه لها التحيه في نقل مباشر لهذه الحفله من برلين للفنانه شيرين السايس وشكر كبير لقناه ماي تي في. والان بنعود كمان بنحب نخبركم انه في دبي دريمز مع المع نجوم الفن كل جمعه والسبت في دبي دريمز مع المع نجوم. ما ننسى موعدنا كمان مع الفنان حسين الديك في 7/4 حسين الديك والحجز عند مجوهرات الافراح على الكارباكس ستراتو 71 ودبي دريمز. وشكرا كثير لقناه